من الفوائد: السيئة في رمضان تعظم، والصحيح أنها سيئة واحدة، لكن فعلها في رمضان أعظم جرماً عند الله من فعلها في غير رمضان. وقد قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال رحمه الله: ورد حديثان بتضعيف السيئة في رمضان، لكنهما لا يصحان، وأحدهما عند الطبراني. فخلاصة القول أن السيئة واحدة، لكنها في الأزمان الفاضلة أشد، بل هي أشد حتى في الأماكن الفاضلة. ولذلك في الحرم بعض الصحابة رضي الله عنهم تركوا سكن الحرم خوفاً من أن يقع من أحدهم سيئة فتعظم، كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما،